مجموعة البطولات دي انت يمكن. تاخد اولا المنتخب احنا معانا صورة كابتن عادل يا ريت تجيبوها لنا على الشاشة اللي قدامنا. يمكن حصل شفنا بعد الماتش ان كان في حصل خلاف بين شيبي حسين الشحات وشيبي و اكيد دي كرة قدم ده الصلح بعد الماتش وكرة القدم يعني ممكن في بعض الاحيان من العصبية والشد شوية وخصوصا لو نتيجة المباراة برضو يعني يا لا وانا سعيد كان عنده كويس واخوات حصل صلح بعد المباراة ودي حاجة كويسة جدا خلاف زال يعني انا دلوقتي مين اللي عين البطولة؟